وديدة، أبحث عنك طوال النهار، ماذا تفعلين؟ كما ترين يا سيدتي. أما زلت غاضبة من ما قاله أبي؟ لقد شبهني بامرأة نوح. وهل تعرفين قصة امرأة نوح؟ لا. لماذا تغضبين إذن؟ هل كانت سيدة صالحة؟ لا أستطيع أن أصفها بالصلاح. أرأيت؟ كانت امرأة شريرة وظالمة. هي في البداية كفرت بدعوة زوجها، كانت تبلغ الأعداء بتحركاته وتكيد لأتباعه. وهل هناك ما هو أسوأ من ذلك؟ انتظري حتى نعرف نهاية القصة، ولا تتعجلي في الحكم على الأمور. سيدي القاضي، كيف حالك الآن يا سعدون؟ في خير ونعمة يا سيدي، تعلمت ذبح الدجاج وتنظيفه. عظيم عظيم. أشكرك يا سيدي أن أتحت لي هذه الفرصة، ولن أعود للسرقة أبداً ما حييت. إذن أعد لي زوجين من الحمام المشوي، ولا تضع الكثير من البهارات. أمرك يا سيدي في الحال. وخذ هذا لك. لكن هذا كثير يا سيدي. إذا لم يعجبني الطعام لن أعود للشراء مرة أخرى. سأوصي الطاهي أن يبذل أقصى جهده. أدام الله علينا عدلك وإنسانيتك. أسعدني كثيراً أنه تحول إلى رجل شريف يحب العمل يجتهد فيه. أنت تؤمن دائماً يا أبي أن الرحمة فوق العدل. هذا من فضل ربي. وأرى إن أذنت لي أن تطيب خاطر وديدة المسكينة. هي أخطأت وأنا عاتبتها فقط. أخطأت دون قصد وهي تشعر بالأسى لأنك شبهتها بامرأة نوح الكافرة. حسناً حسناً، ندي عليها. أظنها الآن نائمة، ليتك في الصباح تطيب خاطرها. سأفعل إن شاء الله، والآن أذهب لأتريض قليلاً في الحديقة حتى أهضم الحمام المشوي. أتريض معك، وبالمرة تكمل لي القصة. بعد أن أوحى الله إلى نبيه نوح بغرس النخيل، استجاب أتباعه الصالحون بإيمان وصبر. ماذا تفعلون؟ نغرس النخيل كما ترين. فكروا بشيء من التعقل. القوم يمنعون عنكم الطعام، فهل ستنتظرون إلى أن يثمر النخيل؟ انضمي إلينا يا واغلة ونجي نفسك من عذاب الله. وأين عذاب الله هذا؟ أنا لا أرى إلا عذابكم أنتم وجوعكم ومهانتكم بين الناس. لا تجادليها يا أمي، أمرنا أبونا بحسن صحبتها واحترامها حتى وهي كافرة. ساعديني يا تعبة حتى أضع هذا الصندوق الثقيل. هل وفقت في تجارتك اليوم؟ نعم، بعت كل ما لدي من أصنام وربحت ذهباً كثيراً. أرى أن نقدم بعضه قرابين للآلهة حتى ترزقنا الولد الذي نتمناه. أنا أتوق إلى الإنجاب أكثر منك، ولكننا أضعنا وقتاً طويلاً مع المعالجين والسحرة، كما قدمنا الذبائح والقرابين للآلهة، كل هذا دون فائدة. أتريد الحق يا قاحل؟ نعم، لقد آذيناه وسخرنا منه كثيراً، فدعا ربه أن يقطع نسلنا وأصابتنا اللعنة. ربما يكون معك الحق، فالقوم كلهم لا ينجبون مثلنا. هل نذهب إليه ونرجوه أن يعفو عنا؟ هذا لن يكون. أنا أترجى نوحاً الذي يصاحب أراذل الناس. ومر على قوم نوح 40 سنة من صبر المؤمنين وعناد الكفار والمنافقين. كنعان، لما تأخرت كل هذا الوقت؟ القوم يريدون أن يجتمعوا بك. يجتمعون بي؟ إنها مغامرة خطيرة، أخشى أن يراني أحد أتباع أبي. الأمر يستحق المغامرة،
بدأ النخل يثمر. وماذا في ذلك؟ سيكون باستطاعة نوح أن يطعم أتباعه، وفي هذا خطر شديد. أمر نبي الله القادرين بتسلق النخيل لجمع الثمار. ومن لا يقدر على هذا العمل؟ النساء والأطفال وكبار السن عليهم جمع الثمار الساقط. وماذا بعد ذلك؟ سيأخذ كل منا حاجته من الثمار، وما يتبقى نفرقه على الفقراء. الفقراء من المؤمنين؟ بل الجميع، المؤمنين والكفار على حد سواء. هل كنا ننتظر كل هذه الفترة من أجل أن نأكل بعض الثمار ثم نفرق ما يتبقى على الفقراء والمساكين؟ الحمد لله أننا أتممنا ما علينا من واجب وأكل الجميع من الثمار. نرتاح إذن بضعة أيام بعد هذا المجهود الشاق. لا يوجد وقت للراحة. أمر نبي الله نوح أن نعجل بقطع جذوع النخل. ماذا؟ نقطع الجذوع؟ بالطبع، كان الأمر واضحا وصريحا، علينا أن نقطعها في أسرع وقت. ما هذا العبث؟ كنعان، انتبه لما تقول. هل انتظرنا 40 سنة لنقطع الجذوع مع بداية الإثمار؟ إنها أوامر نبي الله، وعلينا في كل الأحوال السمع والطاعة. هذه أغرب طرفة سمعتها في حياتي. ينتظر النخيل 40 سنة ثم يقطعه في أول عام من الطرح. الناس كلها تأكدت الآن أننا لا نظلم نوحاً. كنا نعيش في رعب أن تتحول أشجار النخيل إلى ثروة يستغلها ضدنا. وكنا نتوقع أن يجيش الجيوش ويغير علينا، لكنه أراحنا من التفكير والتدبير وقضى على ثروته بيده. يبدو أنه كبر في السن ولم يعد يدري بما يفعل. لماذا لا تشاركيننا الرأي يا واغلة؟ إنني في الحقيقة أشعر بخوف شديد. خوف؟ الآن؟ لم يكن الثمر هو الغرض من زراعة النخيل، وإنما جذوع الأخشاب التي أمر أتباعه بقطعها. الشيء الذي لا أفهمه هو ماذا ينوي أن يفعل بالخشب. يجب أن تكون الألواح في طول واحد. هكذا يا عم صهيب؟ دعني أتحسسها أولاً. نعم، نعم، ولكن احرص على استواء اللوح. لا أفهم ماذا نفعل. كيف حالكم يا قوم؟ بخير والحمد لله. أين نخيلكم العالي المثمر؟ يبدو أنهم تركوا فلاحة الأرض ليكونوا نجارين. هل فشل نوح في نشر دعواته فقرر أن يعمل بالنجارة؟ إننا لن أذيكم في شيء، فلماذا لا تتركوننا وشأننا؟ هل يمكن أن تخبرني لماذا قطعتم أشجار النخيل؟ لا أدري، هذه أوامر أبي. وهل أي شيء يطلبه أبوك تنفذه دون تفكير؟ بالتأكيد، لأنه يوحى إليه من ربه. إيه لكم من مساكين، ربما يصنع لكم قصوراً من هذه الألواح أو صرحاً يصعد منه إلى السماء. أهلاً
عندي أفضل تماثيل الآلهة: ود، سواع، يغوث، يعوق، نسر. أعطني تمثالا للإله نسر. لم يعد باقيا منه إلا إلهين اثنين، ستدفع ثمنه على الفور. لا تخشى شيئا، فتجارتي من بيع الخمور على أفضل ما يكون. نعم، انتعشت أحوالنا جميعا بعد أن رأى الناس الذي كان يدعي النبوة وهو يعمل نجارا. ما زلت أشعر بعدم الاطمئنان، أريد فقط أن أفهم ماذا يبني نوح بكل هذا الخشب. قل لي يا كنعان، ماذا يفعل أبوك وأتباعه هذه الأيام؟ يجدلون حبالاً من سعف النخيل. حبال؟ لماذا؟ هل يفكر في تقييد قومه وإجبارهم على اتباع دعوته؟ لست أدري. كيف؟ ألا يثق بك ويعتقد أنك من أتباعه المخلصين؟ نعم، ولكن عندما أنظر في عينيه لا أجرؤ على خداعه أو حتى سؤاله عن شيء. يا لك من خائب. شكرا، هل استدعيتني فقط لتبلغيني بأنني خائب؟ لا، خذ هذه الحلي وأعطيها لزوجتك. ما السبب؟ حاول أن تستدرجها في الكلام، ربما تعرف شيئا عن خطط نوح لا تعرفه أنت. منذ متى وأنت راضية عن زوجتي حطور؟ لست راضية عن أحد، لكني مضطرة لهذه الخسارة من أجل أن أعرف ماذا يدور. تفضلي يا زوجتي الحبيبة. ها؟ ما هذا؟ من أين أتيت بها؟ لا يهم من أين أتيت بها، ألا تعجبك؟ أنت لا تعمل يا كنعان، فمن أين لك المال؟ هل سرقتها؟ لم أسرقها، وجدتها على الأرض في طريقي. هل ارتحتي؟ بالطبع لا، أعدها حيث وجدتها، فلعل صاحبتها تبحث عنها. يا لك من كارهة للخير. أنا؟ بالعكس، لو انتظرت علي قليلاً لأخبرتك بخير الدنيا والآخرة. لا أريد أن أسمع منك شيئاً. إنه أمر يتعلق بأبيك. ما هو؟ أمرنا نبي الله أن نأخذ ما جمعناه من أخشاب وحبال ونصنع سفينة كبيرة. سفينة؟ في الصحراء؟ أتهزئين بي؟ أقسم لك إنها الحقيقة. ينوي النبي البدء في بناء السفينة من فجر الغد. وهل سنسافر بالأخشاب إلى جوار البحر؟ بل سنبني السفينة هنا. هنا؟ أنت مجنونة. سامحك الله يا زوجي. كلكم مجانين. كيف سننقل السفينة إلى حيث يوجد البحر؟ بيننا وبين الماء سفر أيام طويلة. معك حق، ولكنها أوامر النبي. أوامر النبي، أوامر النبي. ولو أمرك النبي بقطع رقبتك وحملها فوق يدك، هل تفعلين؟ لن يأمرنا إلا بما فيه الخير لنا. أي خير في بناء سفينة وسط الرمال؟ لقد تأكد لي ما يقوله القوم عن أبي، ولن أتركه يفضحنا أمام الناس أكثر من ذلك. وهل فعلا طلب منهم نبي الله نوح بناء سفينة وسط الصحراء؟ نعم يا ابنتي، كان الأمر الخارج عن منطق العقل، امتحانا لقلوب المؤمنين. وماذا حدث بعد ذلك؟ حدث ما لم يتوقعه أحد ولم يخطر بعقل إنسان، ولكن الوقت تأخر على تكملة القصة. أبي، أريد أن أعرف ماذا جرى لنوح وابنه كنعان وامرأته الشريرة وغل. إنني يا حبيبتي أنام وأنا جالس في مكاني، ويجب أن أكون حاضر الذهن غدا في مجلس القضاء. حسناً، سأعفو عنك هذه المرة على أن تكمل لي القصة فور عودتك غدا. أدام الله عدلك يا أميرة الصغيرة، تصبحين على خير. وأنت من أهلك.